يقول السائل: هل يقال في الوقت الحاضر إن الأفضل هو التقليل من إنجاب الأطفال حتى تسهل العناية بهم وتربيتهم تربية سليمة؟ لا، ما يجوز تحديد النسل، ما يجوز، إنما يجوز تنظيم النسل. إذا كانت المرأة تتابع الحمل وتتأثر عليها ضرر من هذا، تؤخر الحمل، تتخذ أسباب أو أدوية تؤخر الحمل بمراجعة الأطباء. أما تحديد النسل هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فكثرة النسل مطلوبة، ورزقهم على الله الذي خلقهم يرزقهم. ما تقول: والله أنا ما أستطيع أني أبعيش هالأولاد السفيرين، هذا سوء ظن بالله الذي خلقهم يرزقهم سبحانه وتعالى. قد يكون هذا من سبب سعة الرزق، يعني الله يرزق بسببهم، وقد يكبرون ويشتغلون ويحترفون ويكتسبون فيكثر الرزق. نعم.